صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دينا. صباح الخير ياسر. صباح الخير مشاهدينا الكرام. على مدى 4 أيام مصر قدمت نفسها للعالم باعتبارها دولة شابة مؤمنة بأفكار الشباب وتجاربهم وأحلامهم لبكرة من خلال التنظيم المبهر لمنتدى شباب العالم في نسخته 4 في شرم الشيخ، واللي بيعد أكبر تجمع شبابي في العالم. شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المتحدثين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شاب يمثلون 196 دولة حول العالم. ده غير المتابعات غير المحدودة للشباب عبر المنصة الافتراضية اللي وفرتها إدارة المنتدى للمرة الأولى، واللي قدمت لجميع الشباب حول العالم فرصة متساوية للمتابعة والتفاعل مع كل جلسات وورش عمل المنتدى. صحيح دينا، أجمل ما في المنتدى هو عبقرية التنظيم والأفكار الشبابية اللي خرجت منه، المناقشات طبعا اللي تمت خلال الفعاليات، أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والفخر، وبتعكس قد إيه مصر دولة بتنبض بالأمل والعمل، دولة بتحاول رغم كل التحديات نشر الخير بين شباب العالم كله، وده اللي شفناه في جلسات المنتدى اللي كانت فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم. منتدى شباب العالم مش بس منصة عالمية للحوار، هو كمان طاقة أمل لكل الشباب حول العالم علشان بيتجاوزوا كل التحديات ويكونوا هم صناع المستقبل. بنصبح على كل اللي بيشوفونا وصباح الخير يا مصر. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا كالعادة نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي أهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، وأعلن كمان عام 2022 عام للمجتمع المدني، وكلف السيد الرئيس إدارة منتدى شباب بتكوين مجموعات شبابية لإعداد قمة المناخ، وكمان شهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية تدريب الشباب. والسيدة انتصار السيسي قالت: أحيي نماذج الشباب الملهمة، رأيت في أفكارهم مستقبل مصر. نعم، معنا كمان لقاء السيد الرئيس مع الصحفيين الأجانب على هامش اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته 4. مصر أرسلت مساعدات طبية لدولة تنزانيا الاتحادية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا الفريق أسامة عسكر تفقد الكلية الحربية والتقى الطلاب المستجدين وأسرهم. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الحفل الختامي للنسخة 4 لمنتدى شباب العالم، وقال السيد الرئيس كلمة مهمة أكد فيها على اهتمامه بخروج المنتدى بصورة مشرفة في الشكل وفي المضمون، وأنه المنتدى أصبح منصة حوارية هامة. وقال كمان أن الظرف العالمي المرتبط بجائحة كورونا فرض نفسه على أجندة المنتدى في ظل تساؤلات كثيرة عن مصير العالم ومستقبله وتداعيات هذه الجائحة. لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية
المتميزة والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها، يفتحون لنا طاقات الأمل والنور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني. إن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة، وأصبح تطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته، وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بأن يصنعوا هذه المنصة لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني. وقد تحقق الحلم وبات واقعا أمام العالم، وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها ومخرجاتها إلى واقع ملموس. وخلال كلمته امبارح في الحفل الختامي، أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات، منها إعلان عام 2022 للمجتمع المدني، أيضا تكليف إدارة منتدى شباب العالم مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية للمشاركة في إعداد قمة المناخ 27 واللي هتعقد في شرم الشيخ. كمان التكليف بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة. تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة. تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي. تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا
والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا. تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام. تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم أشار في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تسلم خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب شهادات التخرج، وكمان شاهد فيلم تسجيلي عن رحلة الأكاديمية الوطنية للتدريب وهدف إطلاقها سنة 2017 لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية. وكمان تسلم سيادته شهادة اعتماد الأكاديمية من ممثل هيئة الاعتماد المستمر والتدريب الأمريكية ACCET. امبارح تم الإعلان عن توصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، واللي تضمنت إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، أيضا نشر التعريب بالموارد المائية والدعوة لتأسيس مجلس أعمال أفريقيا، بالإضافة إلى الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة. وبرضو على هامش منتدى شباب العالم امبارح، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لقاء مع الصحفيين الأجانب واتكلم الحقيقة في عدد من الموضوعات المهمة جدا. قال إنه في حالة رضا نسبي للمواطن المصري من الدور اللي الدولة بتقوم بيه، وأكد كمان على أن الدولة بتريد فعل المزيد من الإنجازات خاصة في تطوير النظام الصحي. فأنا النهاردة حجم العمل اللي بيتعمل فين في مصر؟ في كل مصر، في كل ايه؟ خلاص تشكل اول حاجه حاله من الرضا النسبي لدى المواطنين على الدور اللي الدوله بتحاول تعمله في اطار قدراتها. هي عايزه تعمل اكتر من كده؟ طبعا. عايزه تخلي تعليم احسن تعليم في الدنيا؟ اكيد. عايز تخلي الخدمه الصحيه اللي موجوده هي الافضل على الاطلاق وماله. لكن انت في فرق انك انت تحس ان مفيش فايده محد السائل، وفرق انك انت تجد ان في جهد بيتعمل وبترصده وبيرصده كل انسان مصري وانسانه مصريه على امتداد مصر بالكامل في اي حته. انا بتكلم النهارده في 7-8 مليون انسان شغالين، ما بطلناش شغل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ولا هتبطلوا؟ مش هنبطل لغايه لما، عشان كده قلت لسالي لا ما تخافيش ابدا، هنفضل نشتغل لما نخليها بلد. لما نخليها ايه؟ بلد، بلد بجد. ومش هتبقى بلد بجد الا بينا كلنا، مش بالحكومه ولا لا، بينا كلنا بثقتنا في نفسنا، وقبل ما نثق في نفسنا في ربنا انه يساعدنا ونجتهد ونعمل. فيعني عايز اقول لك ايه؟ لما نحسن التعليم قوي هيبقى احنا قمنا بدور في الاتجاه اللي انت بتتكلم عليه. وكمان رد سيادة الرئيس على سؤال بيتعلق بالأوضاع في السودان، وقال مصر ليها سياسة ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الدول، والأوضاع في السودان بتحتاج إلى توافق سياسي. وقال كمان أن السودان بتمثل أمن قوم مصر ونحن بندعم كل الأشقاء. نبدأ بالسؤال اللي خاص بالسودان، وهل مصر كانت
داعمة. شوف أنا هقول لك، إحنا لينا سياسة ثابتة أعلنا عنها وبنأكدها، هو عدم التداخل في شؤون الدول. والأوضاع في السودان محتاجة إلى توافق سياسي، توافق سياسي، واللي أنتوا تابعوا الأوضاع والتطورات اللي بتتم هناك. التوافق السياسي بين كل القوى، كل القوى اللي موجودة، حتى يبقى في مخرج للأزمة اللي موجودة، ويبقى في تحرك مناسب لفترة انتقالية يتم في نهايتها إجراء انتخابات. ده أنا بتكلم كتوصيف، لكن ده مش معناه وأنا بوصفه إن أنا بتدخل فيه. الدعم كان للمجلس كحكومة يعني كمجلس سيادي بكل عناصره، لأن إحنا في النهاية السودان بالنسبة لنا بتمثل أمن قوم مصر، واستقرارها أمر في منتهى الأهمية لينا. وعارفين الاستقرار ما بيجيش غير في الأوضاع في الظروف اللي زي كده، غير بالتوافق وليس بأي شكل آخر موجود. لكن طب هو معنى أن احنا لم نتحدث ولم نطلق تصريحات يبقى ده معناه أن احنا مش داعمين للحوار والتوافق بين القوى اللي موجودة؟ لا. وأنا بقول لك الكلام ده عشان تبقى فرصة أن احنا أنك سألت السؤال ده وأشقائنا في السودان يسمعوا. لكن جرى العرف على طول أن احنا يعني لما يحصل حاجة يقول لك إيه دي مصر أصلها كانت داعمة لكذا. لا، احنا كلامنا دايما، وحتى في ليبيا لما حصل التطورات اللي حصلت في ليبيا خلال السنتين اللي فاتوا كان كلامنا برضو أن الاستقرار والحوار بين الأشقاء الليبيين والحوار بين الأشقاء السودانيين هو المسار. وبقول تاني، إذا كنا احنا لينا تجربة قاسية جدا جدا فيما يخص عدم التوافق والاختلاف والتظاهر اللي هو في النهاية هيؤذي البلد جدا جدا، اللي هي أساسا ظروفها الاقتصادية صعبة. تفتكر وأنا بقول الكلام ده وأرجو أن أشقائنا في السودان كمواطنين يسمعوا، توافقوا على الحوار واتفقوا على أن أنتم تتحركوا للأمام أفضل كتير من أن احنا نستمر في حالة عدم الاستقرار والمدة الطول، لأن ده بيدفع ثمنه حاضر ومستقبل الدولة اللي بتعيش الظروف دي. كمان السيد الرئيس تطرق إلى أزمة سد النهضة وقال إنه حريص على إدارة الأزمة من خلال الحوار الهادئ بعيد عن أي شكل من أشكال الانفعال، ودعا علشان نوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وقال إنه في عام 2015 تم الاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بأن لا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن عملية الملء وعملية التشغيل. إحنا حرصنا منذ يعني على الأقل منذ يعني لما توليت السلطة على أن إحنا ندير هذا الأمر من خلال الحوار والحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن أي شكل من الأشكال يعني الانفعال أو التشنج، وأن ده ممكن أمور بيننا وبين بعضنا تتحل ونصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وكنا في مارس 2015 وصلنا الاتفاق مع أشقائنا الأثيوبيين والسودانيين بشأن هذا الموضوع، إن هو لا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن عملية الملء والتشغيل تراعي كل يعني تراعي كل شواغلنا. يعني ده كلام لما استمرت السنة واثنين وثلاثة واربعة ولم نصل إلى حل، والموقف الأثيوبي كان جامد في مكانه، اضطرينا ان احنا نتحرك في اتجاه مجلس الامن حتى نعطي قوة دفع. ومش الهدف منه كان اكتر من ان يبقى في قرار لمجلس الامن يؤكد على اهمية سرعة الوصول الى قرار بشأن او الى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. انا بالمناسبة عايز اقول لكم احنا دايما نقول ان التعاون افضل، واحنا قلنا في بداية الكلام في الأول خالص تصريحاتي كانت بتقول إيه؟ إن إحنا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في إثيوبيا، بس أرجو إنه يكون ده مش على حساب المية. وزي ما أنتوا شفتوا الدولة المصرية في المية هي تقريبا عايشة على شريط المية اللي بيجي من أسوان حتى اسكندرية، بقية الأرض حوالي 95% هي أرض صحراوية.
أرض صحراوية، ده كلام مش يعني مش بنقوله عشان نبرر، ده واضح. وأي مية بتبقى موجودة، إحنا بنحاول دلوقتي، بدأنا في خطة بقالنا 5 سنوات أو 6 سنوات شغالين في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات إعادة التدوير. ولسه كنا بنعلن من يمكن في لما فتحنا محطة بحر البقر في سيناء، كنا بنتكلم إن إحنا بعد ما نخلص مشروعنا اللي بكتير هياخد 3 سنين كمان، هنكون من أوائل دول العالم، كانش الدولة الأولى في العالم التي يعني عملت مشاريع لإعادة لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني إحنا بنحاول من جانبنا في مصر، إحنا ما طالبناش، قلنا إن إحنا عدد سكاننا، مية النيل دي كانت بتيجي لمصر من أيام ما جت مصر 1.2 و2 و3 و4 دون تدخل، ولغاية دلوقتي بقينا 100 مليون، وهي المية اللي بتيجي هي مية لم تتغير. وكمان اتكلم سيادة الرئيس في اللقاء مع الصحفيين الأجانب عن مزاعم حول الاختفاء القسري، وقال إن البيانات اللي بتوصل ليكم بشأن حقوق الإنسان في مصر والاختفاء القسري ليست حقيقية، هاتوا البيانات الحقيقية وشوفوا فيها إيه. مصر دولة عايزة تعيش وتحيا، قضيتنا أننا ناخد بإيد البلد للأمام. أنا قلت طبعا بداية كنت أقصد بيها أن احنا يعني الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناها، لكن أنا هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا، الشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد أن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال أسبوع 2 شهر 2 3 يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما أنا بكلم من شباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهاردة في الكلام اللي بيطلق ده بالأرقام اللي بتتقال ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز أقول لك إيه، أحيانا بيكون البنات اللي بيتم التحصل عليها بنات مش دقيقة، ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كاملة. فبالطريقة دي أتصور هيكون إجابة، مش إجابة بقى إجابتي أنا كمسؤول، إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتمش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء، لا مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي أنتوا بتتكلموا عليها ديت، الأعداد الكبيرة، القوائم بتاعة الاختفاء القسري، وتعالوا كلامنا عملناه قبل كده، وكان في لجنة تشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت، وأي إجراء خاطئ مستعدين إيه نصوبه. لأن إحنا في النهاية، أنا عايز أقولك على حاجة، هو هتزعل يا طارق، يعني هو أنت بتحبوا شعبنا أكتر مننا؟ وانتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا وانا بكلم للي بيسمع مش ليك يا طارق، انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مساعدين ساعدونا، البلد دي عايزه تعيش والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه، عايزين نبقى حكايه احنا كمان، محدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده. وعشان كده قلت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح، بنحبه ايه، مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع متخلفة في كل شيء، عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش.
المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. عايز ايه؟ حد يقول كده وانا بفهم؟ بقول كده لان دي قضايايا، قضايايا ان انا اخد بايدي البلد دي لقدام، مش حاجه تانية. كمان اتكلم السيد الرئيس عن التعاون مع افريقيا في مجال مكافحه الارهاب، وقال ان الارهاب اداه لتدمير الدول، وبالتالي احنا محتاجين الى التعاون من اجل الاستقرار، ومصر بالتاكيد مستعده لهذا التعاون. عندنا مركز قادر على التدريب في مجال مكافحه الارهاب. انا عايز اقول لك ان احنا بننظر للارهاب في قارتنا الافريقيه على انه احد اهم الاخطار اللي بتقابل استقرار القاره وتقدمها، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون اولا عشان يتم التغلب عليه، وبالتالي لما يحصل استقرار في دولنا الافريقيه بالكامل. احنا بنتكلم على دول الساحل والصحراء، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على احيانا على كينيا، ومره كان خلال برضو الاسابيع والشهور الاخيره في اوغندا. يعني الارهاب آفة يعني مدمره لمستقبل الشعوب، وبالتالي احنا محتاجين نتعاون مع كل اشقائنا في افريقيا من اجل التصدي لهذه الظاهرة، واحنا مستعدين نعمل ده. وعندنا هنا مركز في مصر قادر على ان هو يقوم بعمليات التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحه الارهاب. وبالتالي الاجابه على السؤال ايوه، احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين نعمله عشان ايه؟ عشان الارهاب بيستخدم كاداه لتدمير وتخريب مستقبل الدول، وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع. حمزة بيتكلم على تناولنا هنا. أنا عايز أقولك على حاجة، التناول الإعلامي محدش يقدر أبدا يقول للآخرين تقول إيه وما تقولش إيه، وده بقوله وده لازم مش بس نقوله ونقبله ما نقولوش يتكلم في دي، هو مش حينقي، هو حر، لكن احنا كمان لازم نبقى حرين في ان احنا نبني بلدنا لغايه لما ما يلاقوش حاجه يتكلموا عليها غير البنا. يفضلوا ايه؟ انما هم يعني لازم نحترم ال يعني شغل الاخرين وطريقتهم، وده انما احنا نفضل نشتغل لغايه لما خلاص بقى الدنيا الشغل هيشتغل، اتكلم على الشغل بقى. وايضا امور اخرى ممكن يكون هم من وجهة نظرهم شايفين ان هي محتاجة قوة دفع، وماله نتحرك فيها ونبان ان احنا فعلا بنحترم بعضنا البعض وبنحترم آراء الآخرين وكده، وماله لما ده يبان مننا لما حمزة يتكلم كده او حمزة حتى ينتقدني، وانا مش بقولك كده كلام تنتقدني، بدل ما هتتكلم بموضوعية لازم ارد عليك، وانا ما ردتش عليك يبقى العيب مش عندك، يبقى العيب عند مين؟ عندنا، مش عارف ارد، مش كده؟ فهم يعني يقولوا ما شاءوا، مرحب بيهم في مصر، ودي حرية يعني. وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصر أرسلت امبارح طيارتين عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الطبية لدولة تنزانيا، وده طبعا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا، وأيضا للتأكيد على الدور المصري المحوري في محيطها القاري. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية في مختلف الظروف، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.
امبارح الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد الكلية الحربية والتقى بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم. أكد الفريق أسامة عسكر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن. قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية، التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين، تابع خلالها عدداً من الأنشطة التدريبية التي تنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين، والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها. كما أدار حواراً مع الطلبة المستجدين وأسرهم، نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادئة وسرعة اتخاذ القرار. وأوصى الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسؤوليات التي سيكلفون بها في المستقبل. حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة. السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أعربت عن سعادتها بتفقد معرض حياة كريمة ومعرض تراثنا وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم. وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن مشاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء بيثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات وبنعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير حياة كريمة. وقالت كمان أود أن أحيي الشباب النماذج الشعبية الملهمة ومن التقيت بهم فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم أمل مصر ومستقبلها. كمان في المناقشات اللي تمت في المائدة المستديرة حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، كان في مشاركة الحقيقة مهمة جدا لأنا هيتا مقدم، دي مؤسسة نيورال بنجز. تعالوا نشوف اللقاء معها. كانت هناك مائدة مستديرة تتحدث عن تكنولوجيا المستقبل والتحول العالمي من خلال الحقبة الرقمية. This was a white baby in the forum today, especially the robots. Many here in the forum regarding precautions measures. Tell me more about robots. أعتقد أن الروبوتات يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير وتؤدي الكثير من المهام والتي قد لا يرغب البشر في القيام بها، ويمكن أيضا أن تكون مصدر سعادة، حيث التقيت هنا أحد هذه الروبوتات. وجهة نظري أننا إن أردنا أن نقوم برقمنة مصر والعالم كله فإننا يجب أن نعد أجيال قادمة لكي يكتسبوا المهارات اللازمة لتلك الحقبة الرقمية. وأرى أيضا أنه بنفس الأهمية يجب أن نكسب الأجيال القادمة
مهارات إنسانية لكي يتعلموا كيف يمكن أن يبحروا في هذا العالم المعقد، كيف يمكن أيضا أن يكونوا مواطنين سعداء. وأعتقد أنه كلما كنا سعداء استطعنا أن نتخذ قرارات أفضل، وهذا ما كنت أركز عليه، وشكرا. بالنسبة للتكنولوجيا، كان في امبارح مائدة مستديرة حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، شاركت فيه الدكتورة دينا أيمن أستاذ مساعد بجامعة نيوجيرسي ومدير برامج بشركة مايكروسوفت، وكان لنا هذا اللقاء معها. أنا اتكلمت عن two topics. أول حاجة إزاي نجهز جيل مستعد للتكنولوجيا والتطور التكنولوجي، فاتكلمنا ازاي نرتب او نصنع جيل قادر ان هو يبتكر، فمش مش بس جيل مستهلك للتكنولوجيا، يكون جيل مبتكر للتكنولوجيا، علمه ازاي يعمل بحوث لاي حاجه هو محتاجها، علمه ازاي يطور من تكنولوجيا للحياه اللي احنا فيها، لان بفكره منه ممكن يغير العالم كله. واتكلمت برضو عن الميتافيرس، ازاي ايه هو الميتافيرس، هو عالم افتراضي عن طريق الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، فايه هو تعريف الميتافيرس وايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التعليم وفي الرياضه وفي المجال الاجتماعي. النقاش كان داير بازاي احنا هنستخدم ده في التعليم، واكتر حاجه كنا مركزين عليها في السيشن بتاعتنا النهارده مع معالي الوزير التعليم، وقد ايه ده مهم ان هو يخلق جيل قادر ان هو يواكب التكنولوجيا الموجوده بل يطورها، وازاي استخدمه في سبورتس. ممكن ده يخليني مثلا لشخص عنده اعاقه ان هو يمارس رياضه في عالم افتراضي ممكن صعب علينا هو يعملها، فكنا بنتكلم عن اليوز كيسز بتاعتها وازاي تكون سهله وسكيور. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع. أهلا بكم من جديد، صباح الخير لسه متواصل. تعالوا نشوف مع بعض تجربة التأمين الطبي في المنتدى واستخدام الروبوتات المتطورة. زميلنا كريم بيبرس عمل تجربة مختلفة مع 2 من الروبوتات اللي كانوا موجودين في المنتدى، واسمهم زومبا وإيمي. متابعتنا مستمرة لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، إلا أن هذه المرة سنأخذ الحوار في نطاق مختلف، نطاق التحول الرقمي، نطاق الديجيتاليزيشن بشكل عام، ونطاق التحول الروبوتي، التعامل مع الروبوتات وكيف هذه الروبوتات تستطيع أن تتعامل الآن مع الإنسان، وخصوصا في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتعامل مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل أيضا مع الوفود سواء كانوا مصريين أو حتى من الأجانب. سنبدأ هذا الحوار الشيق والمختلف في حقيقة الأمر مع الروبوتات، ولكن سنبدأ الآن بالأول، وهي ربما لا نعرف إذا كنا سنطلق عليها ذكر أو أنثى، ولكن تطلق عليها إيمي. هيا بنا. إيمي عاملة إيه؟ أنا بخير. إحنا فين دلوقتي إيمي، أو أنت دورك إيه هنا؟ نحن الآن في منتدى شباب العالم لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ. We are now at the World Youth Forum 2022 in Sharm el-Sheikh. إيمي قولي لي، أنت بتتعاملي إزاي مع الوفود اللي مش ملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟ يتم إرسال بيانات هذه المخالفة بالصورة مرفقة بالاسم إلى اللجنة المنظمة لاتخاذ التدابير اللازمة. تقدري تقولي لي دورك إيه بالضبط هنا في المنتدى؟
أقوم بالعمل على تنظيم عمل المنتدى ومشاركة التوعوية في طرق تجنب عدوى كورونا، وأمتلك ملفات الزائرين جميعاً بصورهم، وعندما يخالف أحد الزائرين من خلال مخالفة القواعد التنظيمية للمنتدى أو ارتفاع درجات حرارة أحد الزائرين، يتم إرسال هذه الصورة مرفقة بالاسم إلى اللجنة المنظمة لإتخاذ التدابير اللازمة. شكرا لك يا إيمي، شكرا لك جدا. ستوب. يعني وكما تابعنا، يعني ربما هذه هي احدى الروبوتات الموجوده داخل المنتدى. هذا جزء من ما كيف يتعامل الروبوتات مع الوفود المتواجده داخل المنتدى. والان سنقوم بتجربه عمليه مع الروبوت الاخر، ولكن بالطبع له مسمى مختلف. والان سنذهب لزومبا. زومبا عامل ايه؟ مرحبا بك زومبا، سامعني؟ عامل ايه؟ انا بخير زومبا. دلوقتي انا قدامك لابس الكمامة ولا قالع الكمامة؟ انت شايفني ازاي؟ انت ملتزم بالكمامة. حسنا، يعني ماذا إذا رفعت الماسك من على وجهي؟ كيف تنصحني أو ما النصيحة التي توجهها لي؟ من فضلك ارتدي كمامك حفاظا على السلامة. هل يمكنك أن تقيس درجة حرارتي؟ بالطبع. ما هي درجة حرارتي الآن؟ درجة الحرارة 35.6. وهل هي آمنة؟ نعم. هناك بعض الأشياء التي يعني الذي تحملينه، ما هذه الأشياء؟ هل هي معقمات؟ كيف يمكن استخدامها؟ أدوات تعقيمات. هل تقومي بتوزيعها على الوفود خلال جولاتك داخل المنتدى؟ نعم، أساعدهم. شكرا جزيلا زومبا، شكرا لك. ستوب. وكما رأينا الآن هي تجربة عملية لما يحدث وكيف يتعامل الروبوتات مع الوفود الأجنبية والمصرية هنا داخل المنتدى، وأيضا يستطيع الروبوتات أن يتحدثون باللغة العربية أو حتى اللغة الأجنبية وهي اللغة الإنجليزية الإنجليش. وكما رأينا كنت أرتدي الكمامة وخلعتها فنصحتني بارتداء الكمامة، لذلك سأرتدي الكمامة الآن. وربما هذه هي أيضا جزء أهم جدا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شفنا حالة من الحوار التفاعلي بين كريم وزومبا وإيمي، ده بيدل طبعا على التطور بفضل الذكاء الاصطناعي. دلوقتي تعالوا معنا نتابع مع بعض لقاء مع جرجس يسري، واحد من اللي اتخرجوا من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وكمان رابي أندومباسي من أنغولا، وده اتخرج من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. طبعا هو إحساس عظيم، خاصة أن أنت بتتخرج في يوم بتشريف سيادة الرئيس، وده فخر لأي حد وشرف لأي حد موجود في البرنامج. الحاجة التانية طبعا كانت رحلة طويلة، احنا خدنا أكتر من سنة موجودين في الأكاديمية الوطنية من وزارات وهيئات مختلفة في قطاعات الدولة، والحقيقة كان تدريب قاسي طويل، كان بشراكات دولية كتيرة زي ما الدكتورة رشا تفضلت النهاردة وعرضت في حفل الختام. والحقيقة طبعا تكليل الرحلة دي بنجاحها في النهاية النهاردة مع سيادة الرئيس بتشريفه في تخرجنا، يعني أكيد سعادة بالغة قوي.
واكيد فخر لكل واحد فينا انه يقف النهارده قدام سياده الرئيس في يوم التخرج. تسالني عن رايي، طبعا انه شعور يكتنفه الدهشه والسعاده في ان واحد. نعم، لقد سعيد بالمشاركه في هذا البرنامج. نعم، المواد الدراسيه التي درستها تركزت اساسا على تسويه النزاعات المسلحه. بالطبع انه من الاهميه بمكان ان نتعلم او ندرس تسويه النزاعات المسلحه، وبالتالي نستطيع جميعا وخاصه الافارقه منا يستطيعوا ان يتناولوا هذه النزاعات في بلدانهم. بالطبع قد تقدمت اولا بطلب للانضمام الى المنتدى وتمت الموافقه عليه، فقد استوفيت كافه الشروط المطلوبه. وبالطبع قد سمعت عن المنتدى قبل المشاركة، وبالتالي اخترت أن أتقدم بأوراقي. ودلوقتي تعالوا نروح نتعرف على آراء إحدى المشاركات في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ورد فعلها على الجلسات ومناقشة الملفات المختلفة. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا ان ينضم الينا باتريشا من اوغندا، وهي احدى الحضور هنا في منتدى شباب العالم. We're very delighted to have you with us here. اننا ننهي اعمال منتدى شباب العالم، ما هو انطباعك عن هذا المنتدى؟ شكرا جزيلا على منحي هذه الفرصة، وبالنسبة لي أعتقد أن منتدى شباب العالم هو مكان الأمل، وكان العامان الماضيان يتميزان بصعوبة شديدة، وكان من الصعب احتواء هذا الوضع. كنا في مكان واجتمعنا سويا وناقشنا كل التعليقات الإيجابية والدروس المستفادة. وإذا ما سألتيني عن انطباعاتي حول هذا المنتدى فأستطيع القول أنها جميعها إيجابية، وكنت سعيدة جدا حيث التقيت مع شباب لديهم توجهات مختلفة، لأن الشباب دائما متفردين ولديهم مشاكل مختلفة. إذا هذه المنصة منصة فريدة ومؤثرة ولم أرى مثلها من قبل في أي مكان. ما هي الجلسات التي كنت مهتمة بحضورها؟ بالنسبة لي وبشكل شخصي كنت مهتمة جدا بجلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أولا لأن كان بها الكثير من الشباب الذين كانوا يتحدثون عن القضايا والمشكلات التي مرت بهم في بلادهم، وكنا نقدم لهم حلولا وتوصيات مختلفة. هذه كانت طريقة جيدة للشباب لكي يعبروا عن أنفسهم، وكنا سعداء جدا بوجود من ينصت لنا. لذا وجدت هذه الجلسة مؤثرة جدا وتعلمت منها الكثير. وأنا من أوغندا والتقيت مع شباب من جنسيات مختلفة وطرحنا قضايا مختلفة وكنت سعيدة جدا. ما هي الأشياء التي تعلمتيها؟ تعلمت كيف يتم عمل مثل هذه النماذج وكيف يتم التحدث داخل أروقة الأمم المتحدة. اكتسبت أيضا بعد الخبرات الدبلوماسية، ونحن كشباب نفضل القيام بالأشياء بالطريقة التي نحبها، ولكن تعلمت أنه يجب حينما نتحدث مع القيادات ومن يتمتعون بمناصب رفيعة فإن هناك طريقة وأسلوب يجب استخدامهما لجعل ما تطرحه مقبولا. كان هذا هو أهم شيء بالنسبة لي، وأيضا تعلمت اكتساب بعض المهارات. قد نكون مختلفين في اللون أو في الثقافات التي ننتمي إليها، لكننا في النهاية شعب واحد. ما هي الرسالة التي تريد أن توجهيها للشباب في هذه المناسبة؟ حسنا، شكرا جزيلا. رسالتي هي إذا ما كنت شابا فإنه يجب أن يكون لك فعلا، وحضوري إلى هنا ألهمني بأشياء كثيرة ستساعدني حينما أعود إلى بلدي. ولكنني لاحظت أيضا أن الشعب المصري بشكل عام يحب العمل التطوعي، فحينما وصلت إلى المطار وجدت هناك الكثير من الشباب لمساعدتنا ودعمنا، وحتى الآن وعلمت أيضا أنهم جميعهم متطوعين ولديهم الشغف بما يقومون به. شكرا جزيلا لك باتريشيا، جزيل الشكر لك. يعني مشاهدينا كانت معنا باتريشا من أوغندا، وهي إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأخبار والأنباء مع ياسر عبد الستار. شكرا لك دينا، أهلا بحضراتكم مشاهدينا إلى موجز الأنباء. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. أهلا بكم إلى موجز الأنباء.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل ختام نسخته الرابعة لمنتدى شباب العالم والذي أقيم في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية الميموريال. وفي ختام الحفل ألقى الرئيس السيسي كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر للعالم، دعا فيها لاستنهاض العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية. كما دعا الرئيس السيسي إلى تنحية الصراعات جانبا وامتلاك القدرة على إدارة الاختلاف من أجل أن يظل العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية. هذا وشهد الحفل الختامي عرض ملخص لفعاليات المنتدى هذا العام، كما استمع الحضور بمشاهدة عرض سكاي دايف مبهر زين سماء الميموريال، فضلا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة. كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكليف مجموعات شبابية للمشاركة الفورية في إجراءات إعداد قمة المناخ 27 بشرم الشيخ. ووجه رئيس السيسي مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر. هذا ووجه رئيس السيسي كذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن كورونا والصراعات الحالية. كما كلف رئيس السيسي إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مؤسسات الدولة. وكلف كذلك إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب للتعريف بقضايا الموارد المائية للدولة. ووجه الرئيس السيسي بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. وأعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. كرم رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الشبابية الملهمة، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وشملت قائمة المكرمين عددا من الشباب من مصر وعدد من الدول العربية، من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والصين والسنغال والكاميرون. شهد حفل ختام مسرح شباب العالم تقديم مجموعة من العروض التي تعكس روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء. وتضمنت الفقرات عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية من مصر وفرقة روك من نيبال، فضلا عن تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين ماريا وبيلار من باراغواي. وعلى خشبة مسرح شباب العالم قدم العرض المسرحي سالب واحد، الذي حصل على أكثر من 25 جائزة من عدة مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية. وتدور فكرته الأساسية حول القصص الملهمة للأطفال ذوي الهمم وأسرهم. ويعد مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب، وتجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330714 حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 97986 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 174 وفاة خلال 24 ساعة. وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22,814,917 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620,545. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يمكن من ضمن الملفات المهمة اللي حصل حواليها نقاش وأفكار خلال فعاليات منتدى شباب العالم هو ملف الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة، وإزاي يكون في تعاون بين المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب اللي استغل فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي في دول العالم المختلفة بسبب جائحة كورونا. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الأستاذة وسام صبري، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق جلسة الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة. صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك. زي حضرتك. يعني عايزة أعرف من حضرتك، يعني جلسة الأمن والسلم العالمي أهم محاورها، خصوصا أن هي جلسة جت في وقت مهم جدا ما بعد الجائحة، وده طبعا ضمن جلسات منتدى شباب العالم. تمام. عشان نتكلم في الجلسة طبعا من تعتبر من أهم الجلسات اللي كانت في المنتدى، ناقشت حالة الأمن والسلم ما بعد الجائحة من ناحية تغيير شكل العالم. عشان نتكلم في دلوقتي مفهوم الأمن غير التقليدي، بمعنى إن ما بقاش دلوقتي الدول بتفكر إن الصراعات الداخلية أو الحروب هي الشكل الأساسي اللي هي المفروض لازم تواجهه، لا، إحنا بقى عندنا دلوقتي أوبئة. شفنا دول متقدمة جدا انهارت وانظمتها الصحية انهارت، ما قدرتش ان هي تواجه الوباء، فده خلانا ان احنا نناقش محاور شكل الامن والسلم ايه دلوقتي قبل وبعد الجائحة، وازاي الدول لازم ان هي دلوقتي تتكاتف علشان تعدي المحنة اللي احنا فيها. شكل التنظيمات الارهابية بعد الجائحة ازاي قدرت ان هي تستغل الفراغ ده وتعيد تبحورها مره ثانيه علشان تنطلق مره اخرى وتهدد الدول. اتكلمنا على موقف المهاجرين واللاجئين، معاناتهم ازاي زادت، ودور المؤسسات الدوليه ايه دلوقتي. شفنا بعض المؤسسات الدوليه كان عندها قصور في ان هي تعالج الموقف الانساني، فدلوقتي هل المؤسسات الدوليه قادره ان هي تواجه الأخطار الجديدة اللي ظهرت على الساحة الدولية، ولا محتاجة إعادة هيكلة وإعادة برمجة مرة تانية لأنظمتها الداخلية علشان تقدر إن هي تواجه الآثار الجديدة للأزمات. فدي كانت أبرز المحاور اللي إحنا اتكلمنا فيها، وطبعا كان عندنا متحدثين من أقوى المتحدثين ممكن يتكلموا في نقطة زي كده. يعني كان عندنا سفير قبرص في القاهرة، الممثل السامي لشؤون الحضارات، كان عندنا كان عندنا كمان استاذ او مستر مارتن بابلو، الممثل المفوضيه الثانيه للامم المتحده لشؤون اللاجئين. كان عندنا كلمه مسجله من كارملا كادو، المدير الاقليمي منظمه الهجره الدوليه في مصر. فكان عندنا ده على سبيل المثال طبعا، ليس على سبيل الحصر. لابرز المتحدثين اللي كانوا في الجلسه، كانت جلسه غنيه جدا. وخليني اقول لحضرتك برضو ان كانت توصيات اللي تبناها السيد الرئيس امبارح، احنا كانت خارجه من الجلسه عندنا او من اهم التوصيات، اطلاق استراتيجيه دوليه لتعزيز التضامن الانساني والاجتماعي لدعم السلم والامن فيما بعد الجائحه. توصلنا لنقطه مهمه ان احنا دلوقتي محتاجين استراتيجيه جديده شامله لاداره المخاطر والازمات، نقدر بيها نواجه ازمات جديده يمكن المجتمع الدولي ما واجهاش في الفتره الاخيره او ما كانتش
الحجم اللي شفناه واثر على حياه الملايين البشر في جائحه كورونا. طيب استاذ عصام، يمكن ظاهره الارهاب استغلت انشغال الحكومات المختلفة بمكافحة فيروس كورونا وطبعا الجائحة وما إلى ذلك، وقامت بتجنيد الشباب. مخاطر ده في الفترة اللي جاية؟ خليني أقول لحضرتك إن يمكن هنشوف الفترة اللي جاية أعداد أكثر في التنظيمات الإرهابية، أعداد من الشباب هتنضم للتنظيمات الإرهابية، لأن هي استغلت الغضب من الحكومات في عدم توفير اللقاحات ويمكن حالات الاغلاق خلت ان في حاله من اعاده تمركز الجماعات الارهابيه في ان هي تعيد برمجه دماغ بعض الشباب في خلال فتره الفراغ اللي هي كان العالم كله واقف فيها، تعيد برمجه دماغهم احنا ازاي ممكن نتجمع مره ثانيه، مصادر التمويل ازاي الجماعات الارهابيه هتستغل الحاله دي في ان هي اللي هتوفر اللقاحات بطريق مباشر او غير مباشر. فهنشوف تهديدات من اشكال مختلفه. ف الجماعات الارهابيه دلوقتي لازم يبقى في حاله وعي دولي ازاي ان هي هتقدر او ازاي المجتمع الدولي هيقدر يواجه خطر زي كده. واعتقد ان احنا عندنا في مصر كان عندنا يعني السيد الرئيس تبنى طبعا حاله مكافحه الارهاب من فتره طويله وقطع مصادر الامداد والتمويل ليها، محتاجين وعي اكتر للمواطنين ونشر الفكر ان الفكر الجديد للارهاب اللي هو هيقدر ان هو دلوقتي يجمع او يشمل شباب جديد ينضم لصفوفه، وازاي الخبراء الاستراتيجيين يبداوا يتكلموا للناس احنا دلوقتي هنشوف شكل الارهاب ازاي جديد في المنطقه او خليني اقول في العالم كله استغلال الظروف الصحيه واللقاحات وعدم توفرها وانهيار الأنظمة الصحية وانهيار بعض الاقتصادات في الدول سواء بقى على دول متقدمة أو دول نامية واللي لم تعد قادرة على مواجهة الحد الأساسي أو الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكويس للناس أو توفير مجال صحي لائق ليهم، هيخلي الناس يعني هتدور على ملاذ آخر. الملاذ آخر ده قد يكون جماعة إرهابية قادرة ان هي توفر الكلام ده من خلال مصادر تمويل ليها بقى او من خلال ده. صحيح، لان يعني انا مع حضرتك في الكلام ده، لان طبعا يا استاذ وسام احنا دخلنا حروب الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع زي ما بنقول، فاكيد تجربة كورونا اثبتت ان العالم في حاجة ماسة للتعاون المشترك. هل أصبح هناك توجه دولي على سبيل المثال للتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب؟ تعاون دولي في مكافحة الإرهاب؟ في طبعا تعاون دولي في مكافحة الإرهاب، بس مش أنا من وجهة نظري مش بالشكل المأمول. خليني أقول لحضرتك إن المصالح السياسية والإرادة السياسية للدول هي المحرك الأساسي لأي انطلاق لأي تعاون أساسي. فهل المصالح الدولية دلوقتي ترغب في مكافحة الإرهاب؟ بس احنا خلينا نقول ان برضو ما اتفقناش على تعريف موحد للإرهاب. بالضبط، ما فيش مصطلح موحد لمفهوم الإرهاب. بالضبط. هل الإرادة السياسية للدول على المستوى الإقليمي أو السياسي ترغب في مكافحة الإرهاب؟ طب اللي هو شكله إيه؟ احنا مش عارفين شكل الإرهاب إيه. بس احنا هنا في مصر خلينا نقول احنا قدرنا نعرف مفهوم الإرهاب برضو ان الإرهاب والتطرف، مش بس الإرهاب. الوضع الحمد لله عندنا مستقل، احنا محتاجين احنا في مصر نبدا نتبنى استراتيجيه دوليه زي ما قال السيد الرئيس علشان ننطلق منها نعمل تضامن انساني واجتماعي لمكافحه الارهاب ما بعد الجائحه اللي هو هنشوفه بشكل متقدم او بشكل ما حسبناش عليه الفتره اللي جايه. نقدر ان احنا من دلوقتي نرصد التحركات، نجفف منابع التمويل، نبدا ان احنا نغير فكر الشباب اللي قد ينضم الى هذه الجماعات، ونبدا مش بس كده عمليات بناء وتنميه للبنيه التحتيه لبعض الدول او المؤسسات اللي انهارت علشان تقوم بواجبها يكون بدور لائق يقطع على هذه الجماعات الطريق ان هي تضم لصفوفها او تعيد تمركزها شباب جديد. بشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف الأستاذة وسام صبري، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق جلسة الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة.
منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أفرز مجموعة استثنائية من الشباب المبدع والمبتكر واللي حقق إنجازات علمية خصوصا خلال السنتين اللي فاتوا. واحد من الشباب دول كان المهندس محمود الكومي واللي ساب بصمة لامعة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعد ما ابتكر الروبوت كيرا المتخصص في أخذ PCR البصمة الجينية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وابتكاره كمان روبوت إيلو اللي بيعتبر أول روبوت في العالم بيولد المية على سطح المريخ. محمود حكى قصة تفوقه وابتكاره العلمي في المنتدى، وأشادت بها السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. محمود دلوقتي معانا عبر الهاتف علشان يوصف لنا مشاركته الفعالة في المنتدى وإزاي استفاد منها. محمود صباح الخير، أهلا بيك. صباح النور، أهلا. صباح الخير يا محمود، يعني عايزين نعرف منك في البداية أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وده واضح طبعا من اختراعاتك ومن الجائزة اللي حضرتك أخذتها من جنيف، جائزة جنيف للاختراع. تقول لنا إيه أهمية هذا الذكاء الاصطناعي وترجمته في صورة الروبوتات اللي حضرتك ابتكرتها ييلو وكيرا؟ تمام. طبعا يعني اهميه الذكاء الاصطناعي، هو طبعا يعني العالم كله عارف ان اهميه الذكاء الاصطناعي، ان احنا داخلين على ثوره الذكاء الاصطناعي بالفعل، زيها زي الثوره المعلوماتيه بتاعت الكمبيوتر اللي كنا فيها قبل كده، وكانت ما كانتش مختصه بالمهندسين بس، لا كانت كل المجالات تقريبا كان محتاج ان هو يتعلم حاجه اسمها كمبيوتر او ان هو ياخد ICTL عشان ان هو يبدا يمارس عمله كده. فاللي هيحصل في المستقبل بالظبط نفس القصه، ان كل الفيلدز او كل المجالات تقريبا هتبقى لازم ان انا اتعلم الذكاء الاصطناعي علشان ان انا اقدر يعني امارس عملي او اكمل بصوره طبيعيه. وده طبعا يعني بينعكس عن كل المشاكل اللي انا يعني بحاول اعالجها، زي مشكله مثلا الجائحه او مشكله كوفيد 19 او اي جائحه كانت. ده كان في روبوت كيرا صح؟ ده كان في روبوت كيرا. ده كنت بحاول ان انا احل مشكله طبيه او ان انا احد من انتشار العدوى، غير كده ان انا بحل مشكله ثانيه كيرا فيرجن 4 او كيرا الاصدار الرابع في مشروع تشخيص الطب المبكر بواسطه الذكاء الاصطناعي. اللي بيقوم بدوره ان هو بيقدر من خلال التعلم العميق يقدر ان هو يشخص الامراض بصوره مبكره، وده طبعا يعني هيقطع لنا شوط تفوق كبير جدا للتغلب على امراض زي امراض العائله السرطانيه. ان انا هحتاج ان انا اشخص في البدايه قوي، فانا مش هحتاج ان انا ادخل في مرحله العلاج الاشعاعي او الكيماوي. كمان من ناحيه ثانيه ان انا قدرت ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي برضو لحل مشكله زي مشكله الميه، ازاي ان انا هعمل انتاج لميه او بمعنى اصح مصدر ميه مستدام نقي في اصعب الظروف، ما بين يعني كوكب المريخ لو هنتكلم عنه حوالي 95% كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، والباقي 5% دول اركون وارجون واول اكسيد الكربون، فطبعا يعني مجموعه غازات صعبه جدا، الضغط الجوي صعب جدا منخفض جدا، درجه الحراره منخفضه جدا، فطبعا تقريبا احنا بنتكلم في اسوء الظروف. فهنا الذكاء الاصطناعي بيقوم بدوره ان هو انا في اصعب الظروف اقدر ان انا احصل على مصدر مياه مستدام، وطبعا ان انا في وسط كل ده. فهنا انا بقدر ان انا اقول إلو، وإلو هنا معناها الحياه، ان الروبوت ده لما يكون موجود في مكان معنى كده ان ده هيقدر ان هو يبدا ان هو يبقى فيه حياه. فهنا طبعا يعني هنا طبعا بيتوقف اهميه الذكاء الاصطناعي، واعتقد ان احنا
او يعني الحمد لله رب العالمين. وكان ده من اهتمام سياده الرئيس ان احنا نقدر نوري العالم كله ان احنا بنستخدم الروبوتكس والتكنولوجي، وان احنا سواء ان احنا هنقدر ان احنا عشان نوصل الروبوتات اللي كانت بتوصل الطلبات، او الروبوتات اللي كانت بتعقم، او الروبوتات اللي كانت بترشد الناس، طبعا غير التكنولوجي اللي شفناها في الكلوزنج سيرموني امبارح. طبعا احنا ضربنا للعالم كله يعني مثل عظيم جدا ان احنا نقدر كشباب مصريين فينا طاقات خلينا نسبق سنين وباقل امكانيات كمان. وده مش الكلام ده اللي احنا بنقوله، لا ده حقيقي، ده الفيدباك اللي جالنا من كل الحمد لله اللي كان شاركه امبارح في المنتدى يعني. الحمد لله. طيب محمود، انا عايز اتكلم معاك عن مشاركتك في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعه في شرم الشيخ، واستفادتك من هذه المشاركه، وازاي اساسا شاركت؟ وانا طبعا يعني شاركت كمتحدث او كملهم في ايفنت انسباير دي. كنت طبعا اللجنه المنظمه للمنتدى تواصلوا معايا بحيث ان انا اعرض يعني قصتي او قصه صعودي او نجاحي في مجال الذكاء الاصطناعي، وان ازاي قدرت ان انا انجح هنا جوه مصر وباقل الامكانيات، ازاي يعني هوري المثل ده للاطفال الصغيرين بحيث ان انا اوريهم ان احنا نقدر نعمل ده، وان في ان انا اديهم امل ان ممكن يقدروا يعملوا ده بشويه مجهود وشويه يعني بس اللي هو شويه مثابره، نقدر ان احنا نحقق ده، ونقدر ان احنا نوري لكل العالم احنا هنا كشباب موجودين، ونقدر يعني نعمل حاجات مش موجوده قبل كده في العالم وفي اصعب مجال، ونقدر نحصد جوائز دوليه برضه في اصعب مجال اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي. صح. اللي هو انا مش لازم ان انا اهاجر، وبالفعل ضربت المثل ده وقدمته طبعا امام سيده مصر الاولى السيده انتصار السيسي. وده الحقيقه اللي انا عايزه اكلمك فيه يا محمود، يعني السيده انتصار السيسي اشادت بيك وبانجازاتك العلميه، وكمان وصفتك بفخر شباب مصر، ازاي شفت الاشاده دي؟ هو طبعا يعني انا بعتبرها يعني هي ام لكل المصريين، وفعلا يعني لما شرفتني طبعا عشان تشوف التوك بتاعتي ده اداني حماس كبير جدا علشان ان انا اقدر اكمل، حتى يعني كنت بتكلم وبقول الكلام ده بحماس، والكلام بتاعي ووصل للناس كلها في قلوبها حقيقي. كمان يعني اللي قالته لي ده يعتبر تكريم كبير ليا طبعا، وكنت سعيد جدا جدا بتشريفها يعني ويعني وتواضعها واهتمامها ودعمها للشباب، يعني حقيقي مثال عظيم جدا جدا للمرأة المصرية. الحقيقة احنا بنشكرك الشكر الجزيل ليك المهندس محمود الكومي الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات وأحد المشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. طبعا شيء مشرف أن يكون في مصر فيها هذا الشباب الواعي المثقف المتطور اللي عنده قدرة أن هو يضيف شيء إلى المجتمع وإلى العالم وإلى الاختراعات. طبعا المنتدى كان بيشارك فيه عدد كبير من النماذج الإيجابية الاستثنائية من الشباب. دلوقتي معانا عبر تطبيق زوم المهندس مينا ماكين الباحث في مجال إدارة استراتيجيات تطوير التكنولوجيا في بريطانيا، وممثل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين الدارسين في الخارج. صباح الخير يا مينا، وأهلا بك معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح النور. عايزين في البداية يعني نعرف ونتكلم عن تجربة حضورك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وإيه أبرز المحطات اللي وقفت عندها وبرضو استفدت منها؟
أولا مبسوطين جدا إن المنتدى رجع السنة دي. طبعا عارفين إن السنة اللي فاتت المنتدى ما كانش موجود عشان كورونا، بس إن إحنا برضو لسه موجودين في كورونا ويتعمل منتدى، فده شيء عظيم. المواضيع السنة دي كانت مركزة على الحياة بعد كورونا، فسواء التكنولوجي بعد كورونا أو المواضيع المختلفة. فأنا أكتر حاجة طبعا عجبني في المنتدى كان topics بتاع تكنولوجي، إزاي عايشين بتكنولوجي during وبعد كورونا. زي ما احنا دلوقتي ما بنتكلم على زوم، ده جزء من التواصل او جزء من استخدام التكنولوجي. برضو موضوع تاني كان مهم جدا بالنسبه لي، اللي هو الكلايمت تشينج. كوب 26 كان معمول في انجلترا، ودلوقتي السنه دي هنا في شرم شرم الشيخ الشيخ. هتعمل كوب 27 هتعمل في شرم الشيخ. فان المنتدى كان فعلا مركز على الموضوع، والمنتدى كانوا جايبين سبيكرز كبار زي جون كاري والشباب. يعني ده توبيك العالم كله مهتم بيه، مش بس مصر، فالناس كانت فعلا مهتمة قوي يعني بالتوبيك ده. نعم، شباب الدارسين في الخارج، الدور اللي بتقوموا بيه وإيه المشروعات اللي اشتغلتوا عليها من بداية تشكيل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين في الخارج؟ مركز وزارة الهجرة للحوار عبارة عن تواصل ما بين الشباب الدارسين بالخارج والوطن الأم. دلوقتي لما الطالب بيطلع يدرس بره هو طالع رايح غربة، فبيبقى في من قبل ما يوصل أو قبل ما يطلع الطالب من مصر وزارة الهجرة بيتواصلوا مع مركز الحوار في أي دولة. احنا دلوقتي عندنا 19 ممثل وزارة الهجرة، فبيتواصلوا مثلا مع الجروب في كويس جدا. إنجلترا، في طالب معين رايح يدرس هناك، عايزينكم بقى تدوا له اندكشن على المدينة، السكن، يفتح بنك ازاي. برضه لو الطالب عنده أي مشكلة أو اقتراح فهو بيتكلم معانا، فإحنا بنتكلم مع الوزارة. فدور المركز دور مهم جدا، إنه فتح تواصل ما بين الدولة المصرية والشباب اللي بيدرسوا بالخارج. برضه بالنسبة لنا حاجة مهمة، زي ما شفنا فترة كورونا في 2020 لما الطيارات رجعت المصريين العالقين بالخارج، كان وزارة الهجرة ليها دور مهم جدا في التواصل مع الشباب اللي بره. فطبعا كانت كل الأجهزة ساعتها ستريس شوية، فمن خلال مركز الحوار الوزارة كانت بتتواصل مع كل الشباب، ولو أي شاب كان عنده أي استفسار كان بيبعت لنا، احنا بنبعت على طول للوزارة. ايه اللي عملناه في السنتين من ساعة او سنة وشوية من ساعة مركز الحوار؟ في هنا في مصر طبعا في رحلات كتيره بتتعمل لما الشباب بيجوا هنا في الاجازه، فاحنا طبعا لازم نوري الشباب ايه هي مصر بجد. يعني بره في كلام كتير جدا بيتقال غلط عن مصر، ولازم ان احنا كشباب نشوف بنفسنا، عشان هي فكره قوه النعمه، القوه الناعمه. الشباب اللي بره مش هيصدقوا القنوات، الشباب اللي بره طبيعي زي اي شاب مش هيسمعوا كلام الحكومه، هيسمعوا كلام شاب راح شاف بنفسه صور على السوشيال ميديا. فاحنا عايزين احنا نأثر على الشباب اللي بره المصريين والاجانب، ونوري لهم ايه هي فعلا مصر الجميله. من ناحيه المبادرات اشتغلنا على مبادره احنا كشباب بنشجعها جدا، زي اي مصري، حياة مبادره حياه كريمة. كريمه. حياه كريمه بالظبط، اللي هو طيب يعني خلينا طيب نتكلم عن دور المركز في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإزاي قدر إنه يدعم الشباب الدارسين في الخارج ويدعم هذه المبادرة. عملنا في مبادرة اسمها Can you skip dinner tonight؟ فكرتها بسيطة، إن أنا دلوقتي تمن الوجبة مثلا 10 استرليني، فأنا النهاردة كلنا اتفقنا إن إحنا هنتبرع لحياة كريمة. الفكرة مش بس رقم مالي، بس الفكرة إن فعلا الشباب اللي بيدرسوا بره عايزين يحسوا إنهم ليهم دور في الجمهورية الجديدة، عايزين يحسوا إنهم ليهم دور في حياة كريمة. فعن خلال المبادرة دي الناس بدأت تحس وتفهم. يعني معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم عملت لقاء مع الشباب اللي بره في كل يعني في البلاد المختلفة عن فكرة حياة كريمة. إيه حياة كريمة؟ إزاي نقدر إن إحنا نبقى جزء من المبادرة؟ ليه في حاجة اسمها حياة كريمة؟ نعم، بنشكر المهندس مينا ماكين، الباحث في مجال إدارة استراتيجيات تطوير التكنولوجيا في بريطانيا، وأيضا ممثل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين الدارسين في الخارج. خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم تاني. Thank you.
أهلا بحضرتكم من جديد. معنا دلوقتي لقاء مهم مع اثنين من الشباب الأفارقة من نيجيريا وأوغندا، واللي تخرجوا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. هذا اللقاء اللي قامت بيه ليندا عبد اللطيف. تعالوا نروح نتابع مع ليندا ونرجع مرة تانية. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بيسعدنا أن ينضم إلينا خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب. يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل من نيجيريا. نعم، أنا من نيجيريا ويسعدنا أن أكون هنا في مصر، وأيضا سيد فرابو من دولة أوغندا. هل يمكن أن تخبرنا قليلا بخبرتك هنا في المنتدى؟ بالطبع، لقد شاركنا مشاركة فعالة في برنامج التدريب الرئاسي، وذلك وكان يحدون في هذا رغبة كبيرة في فهم ما يدور في القارة الأفريقية وفهم تلك العلوم الإدارية والتنفيذية التي يتم تدريسها. وطبعا كنت قبل هذا أسمع عن أهداف التنمية المستدامة 2030، لكن لم أكن أعرفها، لأن أصبحت أعرفها جيدا. بالطبع أنا درست في الـ OEP، وهو برنامج شديد التنوع والثراء. كان رئيسي في العمل في أوغندا يتحدث لي عن أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية 2030، لم أكن أعلم عنها الكثير. أصبحت الآن أثقلت معرفتي بها وزادت واتسعت درايتي بها، وأعلم جيدا المشكلات التي تكتنف مجتمع اليوم في أوغندا. عندما قلت لي قبل التسجيل إنك ستعود إلى نيجيريا وتعمل في إحدى المنظمات غير الهادفة للربح، Prince, you told me earlier that you work back in Nigeria in a non-profit organization. Could you please tell me how are you planning to make use of كيف إذا كلنا ستستفيد من هالخبرات التي اكتسبتها هنا؟ عندما درست إدارة الأزمات وعندما أعود إلى مجتمعي ودولتي في نيجيريا، سأحاول أن أفيدهم بما تعلمته هنا من معلومات. كيف مثلا تعلمت كيف نوقف موجات الهجرة المتتالية؟ كيف نعمل على تسوية النزاعات المسلحة؟ كيف نفتح آفاقا واسعة من الفرص الواعدة أمام الشباب الأفريقي ليسهم في تنمية بلاده؟ وعندما أعود مرة أخرى إلى نيجيريا، إلى دولتي الأفريقية، بالطبع سنسهم جميعا نحن الأفارقة في رفع شأن قارتنا الأفريقية. ماذا بعد عودتك إلى أوغندا؟ ماذا ستفعل بما تعلمته هنا من معلومات؟ عندما كنت تعلمت هنا، علمت الكثير عن أهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية، وبالطبع عندما أعود إلى أوغندا سأعمل على تنفيذ هذه الأهداف، وتحدث إليهم بشأن ضرورة مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف الألفية وتحقيق التنمية الاقتصادية وكل ما تعلمته هنا. بالطبع إن مواجهة تغير المناخ هو الهدف رقم 13 في أهداف الألفية. ما هي الرسالة وحضرتك أيضا ما هي الرسالة التي توجهها إلى شباب الأفارقة؟ ماذا تسألين عن الرسالة التي أوجهها لشباب الأفارقة؟ أقول لشباب الأفارقة، لشباب أفريقيا، كونوا أقوياء، كافحوا من أجل تحقيق أهدافكم، اعملوا على الارتقاء بشأن بلادكم. إن لقد أصبح لدينا القدرة البشرية والتنمية البشرية الكافية لنرفع من شأن بلادنا. ما هي الرسالة وحضرتك أيضا ما هي الرسالة التي توجهها إلى شباب الأفارقة وخاصة في أوغندا؟ أقول لهم اتحدوا ونظموا ووحدوا صفوفكم نحو تحقيق أهدافكم التي تصبون إلى تحقيقها. إنني أشجع الشباب جميعا هناك في أوغندا وفي سائر القارة أن يتعلموا وأن يكونوا على دراية بأهداف التنمية المستدامة وأهداف الألفية وأن يعملوا على تحقيقها. شكرا لكم، شكرا جزيلا. Thank you so much, Prince. يعني مشاهدينا، كان معنا برنس من نيجيريا وكرابو من يوغندا، وهما خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.
يمكن واحدة من أهم الجلسات في منتدى شباب العالم كانت جلسة من جلاسكو لشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، واللي شهدت حضور واهتمام عالمي. وكشفت كمان الجلسة عن حجم المشروعات اللي اعتمدتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية وحجم المشكلة المقبل عليها الكوكب. عن أهم نتائج الجلسة وأهمية مناقشة قضية التغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم، معانا الدكتور مجدي علام خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور مجدي. وفي البدايه خلينا نتكلم عن اهميه طرح قضايا المناخ في مثل هذا المحفل العالمي. وطبعا يعني الرئيس السيسي الحقيقه منذ ان تولى يعني رئاسه الجمهوريه وهو حريص على متابعه الاحداث الدوليه المؤثره على الكره الارضيه وليس فقط في حدود جمهوريه مصر العربيه. ويمكن قضية تغير المناخ الرئيس السيسي حضر مرتين، مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث عن خطورة هذه القضية، والمرة الثانية كانت في جلاكسو طبعا في بريطانيا لما تحدث أيضا عن مصر وأفريقيا، لم يتحدث عن مصر فقط. ثم هذه المرة الثالثة في حدث عالمي في شرم الشيخ يشير إلى يعني بندين. البند الأول خطورة هذه القضية وتأثيرها الخطير على كل مناحي أفريقيا من شمالها إلى جنوبها وليس على مصر فقط، وتأثر المنطقة العربية بأكملها من تضرر رهيب جدا يحدث في النظم البيئية الثلاثة سواء في الهواء أو المياه أو التربة الزراعية، وتأثيره على الأمن الغذائي هو أخطر تأثير. يعني المناخ الآن يضرب الإنتاج الخاص بالأمن الغذائي خصوصا في السلع الأساسية. والعام هذا العام يعني اكتشفنا أنه أعلى سعر وصل القمح في العالم كان هذا العام. تأثر هذه النظم البيئية يهدد ظاهرة التصحر، بظاهرة الجفاف، بتآكل التربة الزراعية المنتجة للغذاء، فتضطر الدول بما فيها مصر وأفريقيا لزيادة خطورة استيراد الغذاء أو التحكم في بعض الدول هذا الغذاء واعتباره سلعة استراتيجية. ده اللي خلى الرئيس السيسي يهتم إنه يعمل دلتا الجديدة في مصر، يعني في موقعين ثلاث مواقع في مصر، في الدلتا الجديدة في على طريق وادي النطرون، ثم في المغرة والضبع في الساحل الشمالي، ثم في سيناء 500,000 فدان. ليحاول الرئيس السيسي أن يستعيد 1.2 مليون فدان اللي فقدناهم في الدلتا مصر القديمة وهي في مناطق الوجه البحري، سواء بالبناء العشوائي اللي أوقفه الرئيس السيسي على الأرض الزراعية أو بالإهمال أو حتى بملوحة الأراضي في شمال البحر المتوسط عند مطروبس وكفر الشيخ بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر. والظواهر الثلاثة سواء في الجو أو في البر أو في المياه تعتبر قضية عالمية وقضية إقليمية وقضية محلية، وهي قضية إنه النظم البيئية أصبحت متضررة من الثورة الصناعية اللي خدت 500 سنة. ده حقيقي، ولكن خلينا في إطار كلام حضرتك يا دكتور مجدي إن احنا نتكلم عن موضوع السندات الخضراء أو سندات الكربون. إيه هي أساساً وإزاي ممكن أساساً تعود بالنفع البيئي والاقتصادي؟ والحقيقة مصر يعني كانت من الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأخضر كله، جزء منه السندات الخضراء. الاقتصاد الأخضر هو تحول كل النظم الإنتاجية والخدمية والنظم البيئية والزراعية والصناعية ووسائل النقل والمجتمعات العمرانية وأيضا حتى الحركة السياحية نفسها وتأثيراتها على البيئة، تحولها إلى نظم صديقة للبيئة. بمعنى أنه الاستدامة هنا نعني ألا تأخذ من الطبيعة ولا تضيف إليها مخلفات، وبالتالي بنحافظ على التوازن
ما بين المكون البيئي وقدرة النظم البيئية على إعطاء المنتجات والأكل والغذاء والمياه والشرب إلى البشر، وفي نفس الوقت استمرار النمو الاقتصادي دون أن يتم تلوث. كانت الفكرة أن احنا بنقول في اقتصاد بني واقتصاد أخضر واقتصاد أزرق. اقتصاد البني ده كان زمان شعار الدول كلها يكتب المدخنة كده، كنا نحط رسمة المدخنة على العالم يعني. هذا كان عصر الاقتصاد البني اللي العالم دلوقتي بيتركه إلى الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، ثم إلى البعد اللي أضافه الرئيس السيسي في الاقتصاد الأزرق، وهو الاهتمام بالمسطحات المائية الكبيرة سواء في بحيرات البرولوس أو إدكو أو بحيرة المنزلة أو بحيرة مريوط. لا تتخيلي منظر بحيرة مريوط وانت داخل على اسكندرية، عادت كأنها بالأمس القريب عند الحملة الفرنسية، اللون الأزرق الشفاف بلا تلوث. ورئيس السيسي حرك كل الكركات التي كانت تعمل في قناة السويس لتطهير قاع البحيرات في المنزلة وفي البرولوس واستعادة المناطق من البحيرات التي تأكلت، ليعيد إنتاج الثروة السمكية مرة أخرى من الاستيراد إلى التصدير. والجزء الخاص بالاقتصاد الأخضر هو جزء يدل على أنه فكرة الاستدامة واقتصاد التدوير، بحيث أن احنا نستفيد من المخلفات حصل في المحطة المصر بتعملها دلوقتي في وسط الدلتا لإنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية، وإنتاج الكمبوست أيضا من المخلفات بعد ما كنا بنحرق بقايا قش الرز أو قصب السكر في الصعيد. الحرق ده بيبطل والنهاردة بيخش كمنتج غذائي وكمنتج طاقة، وبيخش أيضا كنوع من الاستدامة في الحفاظ على هذه الثروة. يعني 37-40 مليون طن مخلفات زراعية يفيدوا التربة ولا يضروه، ويحققوا الزراعة العضوية بعدم استخدام السماد الكيماوي واللجوء إلى السماد الطبيعي، إن هو صديق للبيئة وفي نفس الوقت صديق للصحة البشرية. لكن أهم اللقطات واللفتات التي كانت في حديث الرئيس السيسي أنه لم يفرق مطلقا بين أي بلد أفريقي أو عربي أو دولي، واعتبر أن احنا كلنا في الإنسانية، وفكرة الإنسانية هو فكرة الحفاظ على البشر أيا كان عقيدتهم ولونهم وطباعهم وقوامهم وأقوامهم. وبالتالي كانت فكرة رمز الإنسانية اللي الرئيس السيسي أصر عليها بالأمس كانت فكرة بتخرج بمصر من الإقليمية والمحلية إلى العالمية، إن احنا ننشد إلى يعني نجاح كل الدول التي تعاني من الفقر في التغلب على الفقر، والتي تعاني من الجوع في التغلب على الجوع، والتي تعاني أيضا من الهجرة المستمرة من أفريقيا إلى أوروبا. إن رئيس السيسي بيتكلم على إن مصر فيها لاجئين بيصلوا إلى أكثر من 6 مليون لا يعيشون في معسكرات مغلقة، ويعيشون في مدن جمهورية مصر العربية زيهم زي أي مصري بلا تمييز من أفريقي أو أسيوي أو عربي، أيا كان بقى المتسبب في الدمار الذي حدث في المنطقة العربية سواء في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا. كل هؤلاء لاجئون يعيشون في مصر في أمن وأمان، والبيئة في مقدمة اهتمامات الرئيس، والمناخ في مقدمة اهتمام الرئيس. فهي رسالة مبكرة لاستضافة مصر للحدث الكبير في اتفاقية طار المناخ الجماعية العامة ليها، تنعقد على أرض مصر في ثاني حدث دولي كبير يستضيفه الرئيس السيسي. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور مجدي علام، خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي، وصباح الخير. تعالوا نتابع اللقاء اللي عملته زميلتنا أميمة تمام مع المهندس أحمد إبراهيم غزالي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، وإزاي قدر أنه يتجاوز كل مراحل التدريب داخل الأكاديمية.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى منتدى شباب العالم في ساعته الأخيرة وفي نسخته الرابعة. ها هو قد شرف على الانتهاء. ينضم إلينا ومعكم أيضا المهندس أحمد إبراهيم غزالي، خريج البرنامج الرئاسي تأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. مبروك التخرج. الله يبارك في عمرك يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف من حضرتك، يعني برنامج التأهيل يعني أضاف لحضرتك ايه النهارده في يوم التخرج؟ ما هي محصله هذا التاهيل؟ البرنامج الرئاسي هو مثل بالنسبه لنا حلم كبير قوي، برنامج التنفيذيين بالاخص، لانه حدد فئه عمريه من سن 30 ل 45 سنه. فاحنا لما انضمينا للبرنامج كنا بالفعل حركنا الحياه العمليه فيما لا يقل عن 10 او 15 سنه، وبالتالي احنا كنا في انتظار حدث يجدد بلوره افكارنا مره ثانيه بعد ما قضينا فترة في الحياة العملية وكلنا تابعين للجهاز الإداري للدولة. طبعا قدرنا نخرج بخبرات كبيرة جدا، خبرات موسعة. البرنامج رائع أنه هو يحط أكتر من جهة تشتغل مع بعضها في نفس البرنامج في فترة معايشة كاملة لمدة سنة. بمعنى أصح إحنا 65 فرد مثلنا 41 جهة في الدولة. حضرتك لك أن تتخيلي كل واحد له جهته ووجهة نظره اللي شايف الدولة من خلالها. أنا مثلا في قطاع البترول، فشايف الدولة من وجهة نظر قطاع البترول. في البرنامج من خلال فترة المعايشة شفت 41 جهة في الدولة ازاي بيتم من خلالهم صنع القرار. وده اللي كان سيادة الرئيس معني بيه في أكتر من مناسبة لما قال احنا عايزين نعد رجال دولة. فراجل دولة لازم يبقى عارف ازاي بيصنع القرار، ازاي أجهزة الدولة بتتناغم مع بعضها علشان في الآخر توصل للنتائج المرجوة. وده أكبر حاجة حصلنا عليها من البرنامج. يعني رؤية حضرتك من خلال ان حضرتك بتقول من الزاوية اللي حضرتك زاوية تخصصك، حضرتك يعني وزارة البترول وتتعمل في هذا المجال وتعمل في وزارة البترول، يعني وجهة نظر حضرتك ايه الإضافة اللي تمت بالفعل من خلال البرنامج الرئاسي؟ الإضافة اللي أضافها للبرنامج حاجة مهمة جدا. أولا في مشاريع مشتركة بتتم في الجهاز الإداري كاملا للدولة بما فيها وزارة البترول، زي مثلا مشاريع التحول الرقمي، وأنا بأشرف بأن أكون عضو لجنة التحول الرقمي تابعة لوزارة البترول. فلما شفت الخبرة اللي أنا خدتها جوه قطاع البترول قدرت أفيد بيها أماكن تانية من زملائنا اللي كانوا لسه بيبدأوا المشروع. ممكن في وزارة البترول وصلت لمرحلة متقدمة شوية من التحول الرقمي أكتر من بعض الجهات، وبالتالي زملائنا استفادوا مننا. في نفس الوقت إحنا قدرنا إن إحنا برضو نشوف إيه الحاجات اللي إحنا كان ممكن نحسن بيها في المشروع التحول الرقمي جوه وزارة البترول، وتم طرحها في جهات أخرى، وبالتالي أنا أقدر أضيف للمجال بتاعي. تبادل المعرفة شيء طبيعي ان هو بيثري العملية نفسها وبيوصل للقرار الافضل وبيوصل للاداء الافضل. انت بقى حضرتك عن منتدى شباب العالم في هذه النسخة، فرصة في منتهى الجمال، فرصة تمت طبعا يمكن حرمنا العام الماضي من المنتدى نتيجة ظروف الجائحة، ولكن النهاردة الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا قدرنا مرة تانية ان احنا نتواصل، وشباب العالم جاء وشاف مصر قد ايه بتتغير سنه عن سنه، بتتغير للاحسن الحمد لله رب العالمين. شفنا انطباعات ايجابيه كتير كتير كتير، ويمكن الختام النهارده الحفل الجميل ده اللي شرف بحضور فخامه الرئيس وقيادات الدوله كلها اثبت للعالم قد ايه ان الحمد لله احنا ماشيين على الطريق الصحيح. الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك مهندس احمد ابراهيم غزالي، خريج البرنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين للقياده الدفعه الثالثه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، وعوده الى الاستوديو. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الاهم الانباء مع ياسر. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل ختام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والذي أقيم في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية الميموريال. وفي ختام الحفل ألقى الرئيس السيسي كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر للعالم، دعا فيها لاستنهاض العزائم وإنقاذ الإرادة للضمير الإنساني لتحقيق البناء والتنمية. كما دعا الرئيس السيسي إلى تنحية الصراعات جانبا وامتلاك القدرة على إدارة الاختلاف من أجل أن يظل العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعما بالإنسانية. وقد شهد الحفل الختامي عرض ملخص لفعاليات المنتدى هذا العام، كما استمع الحضور
أو استمتع الحضور بمشاهدة عرض سكاي دايف مبهر زينا سماء الميموريال، فضلا عن عرض ثلاثة أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار والإبداع. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة. كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكليف مجموعات شبابية للمشاركة الفورية في إجراءات إعداد قمة المناخ 27 بشرم الشيخ. ووجه الرئيس السيسي مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر. ووجه الرئيس السيسي كذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن كورونا والصراعات الحالية. كما كلف الرئيس السيسي إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مؤسسات الدولة. وكلف كذلك إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. وجه الرئيس السيسي بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة أعمار مناطق الصراع إقليميا. وأعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الشبابية الملهمة، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وشملت قائمة المكرمين عددا من الشباب من مصر وعدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والصين والسنغال والكاميرون. شهد حفل ختام مسرح شباب العالم تقديم مجموعة من العروض التي تعكس روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء. وتضمنت الفقرات عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية من مصر وفرقة روك من نيبال، فضلا عن تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين ماريا وبيلار من باراغواي. وعلى خشبة مسرح شباب العالم قدم العرض المسرحي سالب واحد الذي حصل على أكثر من 25 جائزة من عدة مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية. وتدور فكرته الأساسية حول القصص الملهمة للأطفال ذوي الهمم وأسرهم. ويعد مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب، وتجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330714 حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 190 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 143 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. وأضافت لجنة الصين الرئيسي أن بر سجل حتى اليوم الخميس 104580 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة. وسجلت الصين أيضا 42 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
مستمرين معاكم في الحديث عن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وأهم القضايا والجلسات اللي عقدت خلال فعاليات المنتدى، واللي من بينهم بالطبع قضية التحول الرقمي. احنا معانا دلوقتي على الهاتف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. صباح النور. حضرتك شفت ازاي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، وايه اللافت للانتباه في المنتدى؟ الحقيقة ده الدورة الرابعة لمنتدى الشباب العالمي، والحقيقة له فوائد كثيرة سواء داخليا عندنا او خارجيا، وضع مصر وصورة مصر والوضع الطبيعي بتاعها. لكن المرة دي كان يعني الحاجة المميزة المرة دي ان المواضيع اللي تم بحثها كانت لها مواضيع هامه، وتم اخذ راي الشباب فيها وكيفيه التحرك فيها. فطلع بمجموعه من التوصيات هتظهر بقى بقى في الاعلام، عشان يبقى في زي خطه تنفيذيه لهذه التوصيات على مستوى شباب العالم. التحول الرقمي اول مره، المره دي في الدوره الرابعه اول مره يبقى واحد من المحاور الرئيسية في الندوات والمناقشات داخل المنتدى. وطبعا التحول الرقمي أصبح على مستوى العالم له أهمية كبيرة في العديد من المجالات. يعني النهاردة الحمد لله مصر بدأت موضوع التحول الرقمي، سواء في الحكومة سواء في مناحي الحياة المختلفة. النهاردة بقى أصبح عندنا للشباب بالذات منصة مصر الرقمية، وعلى فكرة منصة مصر الرقمية نالت إعجاب كثير من شباب العالم، اللي هي يقدر المواطن أو المواطن المصري يدخل عليها ويعمل مجموعة كبيرة جدا من الخدمات الحكومية عن طريق هذه المنصة. والحقيقة معظم شباب العالم يعني اتكلم بصورة جيدة جدا على هذه المنصة، وبعض البلاد هتعمل نفس الاكسرسايز ده او نفس المنصه دي عندهم. التحول الرقمي بيبقى اسهل مع الشباب. حضرتك عارفه طبعا ان كل الاجيال الجديده والشباب اكثر مننا كثيرا في عمليه المعلومات العامه عن تكنولوجيا المعلومات. يعني انا لما بشوف ولادي واحفادي بتخض من كثر تقدمهم في هذا الموضوع. فان شاء الله التحول الرقمي هيغير شكل الحياة سواء في الخدمات الحكومية أو في كل الأكتيفيتيز أو كل الأنشطة، بالذات خاصة مع الشباب. حضرتك يا فندم شايف إزاي أداء الدولة في هذا الملف، وأيضا شايف إزاي خطوات اللي بتعملها الدولة لتحويل أرشيف الوزارات الورقية إلى الإلكترونية؟ الحقيقة هو الفترة اللي فاتت حصل نقلة كبيرة جدا في التحول الرقمي بالنسبة للحكومة، خاصة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضرتك بتقول في أكثر من مليار مستند تم عمل أرشفة إلكترونية له. يعني حتى الأرشيف بتاع زمان اللي كان يعني تراث في الحكومة أصبح غير موجود، وأصبحت المستندات كلها تم عمل أرشفة إلكترونية لها، يستطيع الموظف أو المواطن أن يجدها بزرار واحد من على الكمبيوتر. الحاجة الثانية كمان ان العاصمة الإدارية الجديدة الوزارات التي سوف تنتقل الى هناك، اللي هم كل الوزارات يعني 33 وزارة، ستعمل اللي هم جماعة الأجانب بيسموه paperless government، يعني ما فيش ورق، كل حاجة هتتم عن طريق الكمبيوتر والإنترنت. فدي نقلة كبيرة جدا وتجربة رائدة. لو إن شاء الله بعد ما تنجح وتستمر في العاصمة الإدارية يمكن تطبقها في أماكن أخرى حكومية. طيب حضرتك شايف ازاي الخدمات المميكنة او الالكترونيك اللي بتعملها الحكومة دلوقتي، وازاي ممكن المواطن يستفيد منها ويتعامل برضو معاها، وده تقريبا اكبر تحدي بيواجه الحكومة في عام 2022؟ طبعا النهارده احنا عندنا اكثر من 100 خدمه حكوميه مميكنه يستطيع المواطن ان يحصل عليها بدون الذهاب الى الجهه الحكوميه. ووزاره الاتصالات قالت انها على نهايه 2022
هتوصل هذه الخدمات إلى 200 خدمة، وهي جميع الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن. فده هيبقى يعني برضو نقلة كبيرة جدا. الشباب أكثر مستفيدين، لأن طبعا هم قدرتهم كبيرة على التعامل مع التكنولوجيا، لكن لم ننسى الـ يعني بعض الفئات التي لا تستطيع التعامل، فهيبقى عنده أكثر من مكان يقدم له الخدمة دي بسهولة شديدة. أولا مكاتب البريد، تم تدريب عدد كبير من العاملين في البريد على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق كمبيوتر لو هو مش قادر يتعامل مع التكنولوجيا. وفي نفس الوقت أصبح في مكاتب قطاع خاص تم تدريب العاملين فيها لتقديم نفس الخدمة للمواطنين. فالمواطن يعني هيدخل هو بنفسه على الكمبيوتر وعلى منصة مصر الرقمية ويحصل على الخدمة، أو هيذهب لمكتب بريد أو مكتب من المكاتب أقرب مكتب بريد تبع ليه. أقرب بالظبط كده، عشان يبقى غطينا كل فئات الشعب، سواء القادر على التعامل مع التكنولوجيا أو الغير قادر على التعامل مع التكنولوجيا. نعم. طيب باشمهندس هاني، يعني الفرص اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا ده احنا لقينا يعني التحول الرقمي له أبعاد كثيرة جدا، سواء في التنمية المستدامة أو في مكافحة الفساد أو في محاور كثيرة أخرى. لكن بالنسبة للتنمية المستدامة، أنا حاجة مثال واحد مثلا، النهاردة بالتكنولوجيا يستطيع المزارع أن يحصل على كل المعلومات الخاصة بالزراعة بتاعته عن طريق تكنولوجيا المعلومات وعن طريق الإنترنت. برامج زراعية هتبث مخصوص للإخوة المزارعين حتى نرفع إنتاجية الفدان ونحل عدد كبير من المشاكل، ونوصل للمزارع كيفية الحصول على أحسن إنتاج من الأرض. وأنا ليه أخذت المثال ده؟ والأمثلة كثيرة في التنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي في الصناعة وفي الأمن، وفي حاجات كتير. لكن أنا أخذت المثال ده لأن بوري لك أن حتى المزارع العادي سوف يستطيع الاستفادة من التحول الرقمي والاستفادة من المعلومات الخاصة بالزراعة، حتى يستطيع أن هو يقدر يرفع إنتاجية الفدان ويمنع أي حاجة من الحاجات اللي كانت بتقدر تقضي على المحصول أو تأثر عليه. بشكرك، شكراً، تفضل. آخر حاجة بس أهم من الحاجات، أن التحول الرقمي بيساعد على منع الفساد، لأن النهاردة المواطن ولا حيروح يقف على شباك ولا حيضطر يدفع رشوة ولا أي حاجة لما بيعمل هذه الخدمات عن طريق الكمبيوتر. بشكرك شكراً جزيلاً المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري. ومن ضمن القضايا المهمة اللي أخذت حيز كبير في المناقشات خلال جلسات المنتدى هي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، وكمان الحفاظ على الخصوصية في ظل التطور الكبير اللي بيحصل في التكنولوجيا. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الوزير، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضراتكم واشكركم على الاستضافه الكريمه، وتحياتي واحتراماتي للمشاهدين الكرام. حضرتك شفت ازاي منتدى الشباب في نسخته الرابعه، وكمان المحاور والجلسات اللي اتكلمت عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحه؟ والله يا فندم رايت انه منتدى الشباب العالمي في نسخته الرابعه بلغ بالفعل ذروته من حيث دقه التنظيم والانضباط، من حيث تعمق المناقشات والدخول في تفصيلات قضايا في منتهى الاهميه، من حيث القضايا نفسها التي تناولها المنتدى اهميتها ودورها الفعال في مجريات الحياه في عالمنا المعاصر. كذلك رأيت مناقشات فعالة وجادة من كافة أطياف الشباب المشارك في المنتدى من مصر ومن مختلف دول العالم، حماس، طاقة إيجابية، علم، اقتدار، رغبة في التغيير إلى الأحسن. كل هذه القيم والمعاني القيمة كانت موجودة
وحاضرة بشدة في المؤتمر. نعم سيادة الوزير، يعني كيف يتم محو الأمية الرقمية وده محتاج وقت قد إيه؟ الأمية الرقمية أمر في منتهى الأهمية، لأنه لا يمكن لجيل جديد أن يتعامل مع التكنولوجيا ويستفيد من ما تقدمه من مزايا ويطوعها لأهدافه ولمصلحته إلا ليس فقط محو الأمية الرقمية ولكن التعليم الرقمي. محو الأمية الرقمية إنما هي خطوة لمجرد أن يتعامل الشخص مع التكنولوجيا ويستطيع أن يستفيد منها، الخطوة الأبعد أن يطوعها لخدمته في حياته في عمله في دراسته في تدريبه، هذا أمر في منتهى الأهمية. طبعا مسألة إجابة لسؤال حضرتك مسألة مستمرة كالتعليم العادي، جيل بعد جيل يعني يتلقى هذا التدريب ويعني يتقن كيفية التعلم استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من مميزاتها وأيضا تجنب مخاطرها وأضرارها، وهذا أمر في منتهى الأهمية أن يدرك الإنسان كيف يحمي نفسه من مخاطر التكنولوجيا. هو أمر يعني هي عملية مستمرة لا تنتهي. نقدر نقول يا دكتور عمرو أن جائحة كورونا يعني سرعت من وتيرة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ولكن في بعض الأحيان بنتساءل عن إيه مفهوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ تمام، يعني إجابة للسؤال النص الأول من سؤال حضرتك، بالفعل إن كان للجائحة جانب إيجابي فإنها دفعت جانب كبير من المواطنين على أنها تستخدم التكنولوجيا وتقبل على الوسائل التكنولوجيا، ربما كان هناك تردد من البعض في استخدامها، الإنسان بطبيعته معتاد على ما هو معتاد عليه ولا يرغب في التغيير دوما، فالجائحة كانت دافع لهذا القطاع من الناس أنه يقبل على استخدام التكنولوجيا في كافة أنشطته، التعليم التدريب العمل متابعة الأخبار التواصل الاجتماعي إلى آخره. النص الثاني من سؤال حضرتك في منتهى الأهمية الحقيقة، ولو يعني تديني دقيقة أشرحه للسادة المواطنين السادة المشاهدين بأسلوب بسيط، هي الذكاء الاصطناعي عبارة عن إن أنا يبقى عندي حجم ضخم جدا من البيانات وبعد كده أجري عليه مجموعة تحليلات معقدة وصعبة ومركبة وأستخرج منها نتائج. فلو جينا مثلا على تطبيق هذا العلم في مجال الطب، يجب أن أنا أدخل بيانات من ضمنها البيانات الجينية مثلا لمختلف الأجناس والأعراق لكي أستخرج نوع جديد من الدواء أو تركيبة كيميائية جديدة تساعد في علاج مرض ما. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق إن أنا لما أجي أدخل بيانات المرضى أو الناس أخذ في اعتباري كل الأعراق وكل الأجناس ولا أقتصر على عرق أو جنس أو شعب معين الذي مركز الأبحاث بينتمي إليه أو الدولة اللي بتجري الأبحاث يعني مواطنيها ينتمون إليه، يجب أنه يدخل كل الأعراق وكل الأجناس بحيث أن الدواء يصبح فعال لكل الأجناس والأعراق. هناك مثل ضرب في المنتدى الشباب العالمي في نسخته الأخيرة حول تطبيق آخر، أنه قاضي في دولة من دول الغرب بيستعين بمنظومة الذكاء الاصطناعي لكي تساعده في اتخاذ قرارات الإفراج عن المتهمين في القضايا، يعني في الحبس الاحتياطي، إفراج عنه في الحبس الاحتياطي. وجد أنه دوما بيتخذ قرار باستمرار الحبس لعرق معين، تبين أن هذا لأن كل البيانات المدخلة على المنظومة لهذا العرق بيانات سلبية تؤكد أنهم هيهربوا لو أفرج عنهم، فبالتالي دوما يتخذ قرار باستمرار الحبس. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت تقتضي أنه يدخل كل الأعراق وكل الأجناس بحيث أنه يتخذ قرار أكثر عدل. نعم طيب. فدي أمر في منتهى الأهمية، مصر دولة رائدة في هذا المجال، مصر تترأس مجموعة في
الاتحاد الافريقي ومجموعه في اليونسكو لوضع ميثاق لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي قبل ان تمضي الانسانيه قدما في استخدام هذه التقنيه الهامه في المزيد والمزيد من التطبيقات. نعم دكتور عمرو، يعني حضرتك كيف تابعت حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجميع الشباب لتبادل الافكار وكيفيه حل المشكلات والتقارب فيما بينهم؟ الحقيقه انه السيد الرئيس ضرب مثلا رائعا في التواصل مع الشباب خلال المنتدى، في تشجيعهم، في حثهم على المضي في العمل والجهد. ربما يعني امس كان مثالا رائعا لتشجيعه للفتاة التي تعرضت لتنمر خلال حياتها، ويعني شاهدنا كيف يعني يحنو عليها السيد الرئيس وكيف شجعها وكيف يعني حثها على أن تخرج وتسأله، وأجابها باستفاضة وب يعني أخلاق رفيعة. الحقيقة كانت محل إعجاب وتقدير كل من شاهد واستمع إلى هذا الموقف الإنساني الرائع. طيب دكتور عمرو، لو اتكلمنا عن مبادرات بناء القدرات الرقمية، مفهومها ودورها في المجتمع. الحقيقة ده يعني أمر مهم جدا متعلق بسؤال حضراتكم حول ليس فقط محو الأمية الرقمية ولكن بناء قدرات رقمية. إذا كان لنا كدولة أن نسعى لأن تتبوأ مصر مكانها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي، لا يتحقق هذا إلا من خلال توسيع قاعدة كوادر مدربة متعمقة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لذلك يعني وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات حريصة جدا على التوسع في التدريب. وبس عشان يعني أقول رقمين ربما يعني يعكسوا هذا الاهتمام، احنا في خلال الأعوام الثلاثة الماضية موازنة التدريب في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 22 مرة. الموازنة ده رقم كبير جدا. بالظبط، الموازنة كانت 50 مليون أصبحت 1100 مليون في 3 سنوات. وعدد المتدربين تضاعف 50 مرة. كنا بنستهدف تدريب 4000 في السنة، هذا العام احنا بنستهدف تدريب 200,000. ولكن هذا الإنفاق لا أعتبره إنفاق ولكن أعتبره استثمار. ليه؟ لأنه ضمن الذين دربناهم في العام الماضي مجموعة من الشباب دربناه على كيفية العمل في الخارج من مصر، يعني أبقى قاعد في بيتي في مصر وبشتغل في شركة خارج مصر اللي هو المهنيين المستقلين أو الفريلانسرز كما نسميهم. هذا البرنامج كلفنا 13 مليون دولار، ولكن المتدربين في هذا البرنامج في عام واحد استطاعوا أن يصدروا خدمات رقمية ب 130 مليون دولار. فهذا استثمار في محله نحن مستمرون فيه، نتوسع فيه، وندعو كل الشباب أن يدخل على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ويتعرف على المنح التدريبية المتنوعة التي يمكن أن تفيد في تحسين فرصه في العثور على عمل، في إيجاد مهنة، في التحول من التخصص الذي درسه في الجامعة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل سهل. هناك يعني عشرات المبادرات التدريبية الموجودة كلها منح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع الشباب أن يستفيد بها. نعم، سعدنا بحضرتك كثيرا دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. لسه مكملين معاكم ومتابعتنا لتخريج الدفعة الجديدة من البرنامج الرئاسي للشباب لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ومعنا دلوقتي على زوم واحدة من خريجات الدفعة الجديدة وهي الدكتورة مروة محيي، مدرس بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان، وهي خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة مروة، وإزاي بدأتي محطتك الأكاديمية العلمية في الجامعة؟ في الجامعة أنا كنت الأولى على دفعتي بامتياز مرتبة شرف، وتم تعييني عام 2009 كمعيدة، بعدين عمل الماجستير ثم الدكتوراه
الدكتوراه، وحاليا انا مدرس، وطبعا بتابع في ابحاثي لباقي الفرقيات زي الاستاذ مساعد ان شاء الله يعني. طيب عايزين نعرف منك ايه الدافع اللي خلاكي تقدمي في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؟ البرنامج الرئاسي هو خطوة من الخطوات المهمة للتغيير اللي احنا كلنا بنلمسه في الوقت الحالي في بلدنا. التدريب بقى من أهم الأمور اللي بتقوم بها أي مؤسسة علشان الاستثمار في العنصر البشري. البرنامج ده بيتيح فرص ليا اني اتعلم حاجات كتير جدا مش موجوده في برامج تانية. انا اتعلمت فيه على المستوى الميداني او الاكاديمي او غيرها من التطبيقات حاجات مهمه جدا بتبني فعلا الانسان وبتغير وجهه النظر وبتغير يعني وجهه نظر الشباب للافضل علشان يبقى في التكامل اللي بنسعى كلنا ليه في اي مؤسسه في البلد علشان يبقى كلنا عندنا رؤيه واحده ونشتغل على وتر واحد يحقق اهداف الاستراتيجيه 2030 او غيرها من الاستراتيجيات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحققها في مصر. طيب وازاي هتقدري توظفي دراستك العلميه مع اللي اتعلمتيه في الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب؟ الحقيقة أنا اتعلمت حاجات كتير جدا سواء كانت مرتبطة بالتخصص بتاعي ارتباط مباشر أو مش مرتبطة ارتباط مباشر بيه، ولكن أنا كتخصص إعلام هو الحقيقة أن الإعلام زي ما حضراتكم عارفين هو يعني المفروض أنه بيدخل في أي مجال من المجالات ولازم نكون عارفين عنها بشكل كويس. فأنا بالنسبة لي كم الهائل من المعرفة والتعلم اللي أنا استفدته هو يفيدني في المجال بتاعي بشكل كبير. مجرد اصلا التغيير في انماط شخصياتنا للافضل، المهارات القياديه، المهارات اللي اكتسبناها كلها هي مفيده لاي شخص في اي مجال وفي اي مؤسسه. طيب ايه التدريبات العمليه اللي اشتغلتوا عليها في الدفعه الجديده من البرنامج الرئاسي داخل الاكاديميه الوطنيه؟ ويا ريت تكلمينا اكتر، هل كان في مثلا محاكاه للواقع؟ هل كان في ورش عمل؟ هل كان في برامج للتنميه البشريه؟ يا فندم كل اللي حضرتك ذكرتيه هو فعلا كان موجود. ابرز البرامج التدريب الميداني اللي احنا كلنا عملناه من خلال السفر لمده شهرين في محافظات مصر جميعا، كنا تحت يعني دوامين عام المحافظات في كل مصر، كنا بنتدرب على مدار شهرين بنعرف ايه اللي بيحصل في المحليات، كنا بننزل المواقع بتاعه كل محافظه. الحقيقه كانت تجربه ثريه جدا وتعلمنا فيها كتير. طبعا في محاكاه قمنا بيها يو ان، وقمنا بمحاكاه لمجلس محافظين. في طبعا برامج تدريبيه كتير جدا اخذناها في مختلف المجالات ومختلف المستويات، وكنا بنعمل لكل بيلر تقريبا في الاخر زي مشروع ان احنا بنطبق اللي احنا درسناه علشان نخرج باقصى استفاده ممكنه. اخيرا توقعاتك لمستقبل وقوه شباب مصر بعد الدراسه في البرنامج الرئاسي؟ لا طبعا هي التوقعات اكيد لازم تكون ايجابيه جدا، لان على مدار السنه كامله مثلا حضرتك بتتدرب على كم هائل من المعرفه والمعلومات بشكل مكثف وبشكل يعني حازم وبيهدف دايما للتطوير المستمر. فطبعا في مهارات سواء يعني سوفت سكيلز هي بتتحسن، مهارات على المستوى القيادي والاداري بشكل كبير، كان في اهتمام كبير بمجال الاداره وغيرها من كل المجالات اللي احنا ممكن نستخدمها علشان تفيدنا في مجالات عملنا او اللي ممكن يؤهل ليه منصب ما. فطبعا ده بيخلي كمان في تكامل في الرؤيه وفي الهدف اللي الناس كلها شغاله عليه علشان نطلع في الاخر بطار واحد في ضوء الهدف اللي احنا عايزين نسعى ليه دايما في نكون في افضل حال بالنسبه للبلد. شكرا. ما نشتغلش في جزر منعزله. نعم، بشكرك شكر جزيل. الدكتورة مروة محي مدرس بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة القاهرة، أيضا خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وصباح الخير. خلونا نروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.
اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم مجموعه من خريجي الاكاديميه الوطنيه للتدريب شهادات التخرج، كان ما بينهم الشيخ محمد السيد ابو هاشم وهو خريج البرنامج الرئاسي وامام وخطيب ومدرس في مسجد السيده زينب، وده بيعكس حجم التطور والتاهيل اللي بيحصل دلوقتي للدعاء. احنا معانا على التليفون الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. دكتور اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير. اهلا استاذ ياسر بحضرتك وبالاستاذه دينا وبالساده المشاهدين جميعا، ويوم سعيد عليك وعلى مصر كلها ان شاء الله. صباح الخير، وطبعا الف مبروك على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحد ائمه وزاره الاوقاف وايضا خريج الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وحضرتك كلمنا عن هذا التكريم. بدايه بالطبع كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس على هذا التكريم وعلى اهتمامه بالخطاب الوسطي المستنير، فهذا التكريم دعم للفكر الوسطي، وسيادة الرئيس خير داعم للشباب وللفكر الوسطي. وألخص حديثي مع حضراتكم في نقطتين. الأولى أن هذا المنتدى الشبابي هو منتدى عالمي بامتياز، بل إنه أهم منتدى، أهم وأكبر وأعظم منتدى شبابي في العالم، وهو صورة مشرفة لمصر. يأتي ذلك من حيث إن سيادة الرئيس مؤمن بالشباب وحق له ذلك، فالشباب عماد أي أمة، وتطور الأمم مرهون بقوة وعطاء شبابها وإيمانهم بالولاء والانتماء. في رسالة تانية مهمة جدا، هذا المنتدى جمع الشباب على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم. صحيح. رسالة من مصر لإيمانها بالعيش الإنسان المشترك، إيمانها بالإنسانية، إيمانها باحترام الإنسان وآدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو ثقافته، ودي رسالة سلام لفقه العيش المشترك وإيمان الدولة المصرية بدولة المواطنة من جهة، وبالعيش الإنسان المشترك من جهة، وبحرص على السلام العالمي، فهذه رسالة سلام من أرض السلام للعالم. أما الجزئية الأخيرة وهي ما يتصل بتكريم الإمام، فبالفعل هو من أئمتنا المتميزين، وبالمناسبة هو من الأئمة الذين صدر لهم قرار وزاري للسفر لدولة ألمانيا خلال شهر رمضان مع 11 إماما وقارئا لدولة ألمانيا وحدها لإحياء ليالي وأيام شهر رمضان المقبل. إحنا حقيقة بنتنوع في التدريب ما بين التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مع الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة التربية والتعليم، الدورات المتكاملة في أكاديمية الأوقاف، لأن عملية التأهيل والتدريب هي عماد تأهيل الشباب. والحقيقة نحن ندفع بقوة بالشباب. هذا الإمام أحد أئمة مسجد السيدة زينب، معظم أئمة المساجد الكبرى بل جميع الأئمة في مسجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة هم من الشباب. خلف القيادة السياسية وعلى خط الدولة المصرية عملنا على تمكين الشباب سواء في الدعوة. بالمناسبة رئيس القطاع الديني الآن أصغر رئيس قطاع ديني في تاريخ القطاع الديني منذ نشأة وزارة الأوقاف. أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصغر أمين عام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ نشأته. معظم قيادات الوزارة الآن بندفع بقوة بالشباب، لكن مش أي شباب. بعد تأهيله وإعداده، القصة أهم شيء الإعداد والتأهيل والكفاءة هي المقياس. دكتور محمد، يعني بالعودة مرة أخرى إلى منتدى الشباب، يعني كيف ترى أن هذا المنتدى بيعزز من نظرية التقارب وبيتسع للمختلفين دينيا وثقافيا؟ حضرتك بقى ناس كتير كان في ناس دايما تتكلم عن نظرية التقارب والتعارف وجعل إنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكنا نتحدث تحدثا نظريا. منتدى الشباب نقل الكلام والخطاب من النظرية التي كنا نتحدث بها ويتحدث بها العلماء ورجال الدين والمفكرون والسياسيون إلى التطبيق العملي، لأن ممكن من ما أسهل التنظير
وما أصعب التطبيق. إن نعم. إحنا نحول التنظير في الإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وثقافة العيش المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن ديني أو جنسي أو لونه وإمكانية التعايش والإيمان بقدرات الشباب ويتحول ذلك إلى واقع تقره الأمم المتحدة، نجاح كبير لمصر ورؤية عظيمة للسيد الرئيس في هذا المنتدى الذي يعلو صوته العالمي عاما بعد عام لما يقدمه من صورة فريدة ليس لها مثيل في أي تجمع شبابي آخر في أي دولة من دول العالم. طيب معالي الوزير، يعني أكيد الرئيس السيسي اهتم بتجديد الخطاب الديني خصوصا في هذه المرحلة، كيف ترى دور وزارة الأوقاف ودور الأزهر في تجديد الخطاب الديني خصوصا للشباب؟ لا شك إن كما أكدت أن سيادة الرئيس غير داعم للخطاب الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وشجعنا كثيرا ويدفعنا ويتابع التفاصيل أولا بأول وبمنتهى الدقة. ولا شك أن الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الثقافة والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة جهود أثرت كثيرا في الشارع المصري، ليس في الشارع المصري فقط بل في العربي والعالمي لسبب معين. أولا لدينا موفدون إلى مختلف دول العالم، يعني احنا عندنا في رمضان القادم عدد من الموفدين كما قلت 11 اماما الى المانيا، عدد الى فرنسا، الى كندا، الى البرازيل، الى استراليا، الى افريقيا، الى اسيا، يعني فنحن نؤثر من حيث موفدينا ومبعوثينا وموفد الازهر مبعوثين. اضافه الى اننا لدينا حركه واسعه جدا في حركه الترجمه، ويكفي اننا باذن الله ان شاء الله في معرض الكتاب القادم سنحتفل بالاشتراك مع وزاره الثقافه بإصدار 100 عدد من سلسلة رؤية. هناك عملنا سلسلة اسمها سلسلة رؤية للفكر المستنير لتصحيح المفاهيم الخاطئة، نشر الفكر الوسطي المستنير. سنحتفل في المعرض هذا بإتمام 100 عدد في أقل من 3 سنوات، وهو ربما لم يتحقق في أي سلسلة سواء بقى كانت باللغة العربية أم باللغات الأجنبية أم بسلسلة رؤية للطفل، لأننا معنيون بالفعل بتفكيك المفاهيم الخاطئة والفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين. لأن دائما نؤكد الأديان كلها رحمة، الأديان جاءت لسعادة الناس. يقول الحق سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما المشكلة كانت في من حاولوا أن يستخدموا الدين ويوظفوه لمصالح شخصية فيما انتجوا بالدين باسم الدين وشوهوا المفاهيم وحظفوها لخدمة أيديولوجياتهم الخاصة. أما الأديان فهي رحمة وسماحة وتعايش كما رأينا وتطبيق عملي للتعايش، بشرط أن نفهم الدين فهما صحيحا وأن ننأى به عن أي توظيف لصالح أي جماعة أو لأي فصيل أو لأي أيديولوجية أو لخدمة مصالح دنيوية خاصة ونظرات ضيقة لجماعات التطرف التي حذفت بعض النصوص وخرجت بها عن سياقها. احنا سعدنا بوجود حضرتك معنا السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير. خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر.